حققت مملكة البحرين رقما قياسيا عالميا جديدا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في مجال الطب، والتي أقيمت تحت رعاية الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي. نعم، حيث تمكنت مملكة البحرين بالتفرد في تحطيم الرقم القياسي لاختبارات السمع لمدة 12 ساعة وتحطيمها للرقم القياسي السابق المسجل بموسوعة غينيس. وقد أناب سمو الشيخ ناصر بن حمد اللواء الركن حمد خليفة النعيمي نائب قائد الحرس الملكي لحضور حفل الإعلان الذي أقيم في الحرس الملكي. وبهذه المناسبة قال سمو مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي بأن هذا الإنجاز العالمي الذي حققته مملكة البحرين لاختبارات السمع يعد إنجازا نفخر به جميعا، إنجازا حققناه معا لتواصل المملكة إنجازاتها العالمية المتوالية والتي تأتي دائما بدعم متواصل من لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمؤازرة المستمرة من سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة الدائمة من القائد العام لقوة دفاع البحرين، مؤكدا سموه بأن المملكة ستستمر في احتضان مزيد من هذه الإنجازات العظيمة والمتميزة التي من شأنها رفع اسم مملكة البحرين عاليا في مختلف المجالات لا سيما في مجال الطب وفي العديد من المحافل المحلية والإقليمية والعالمية. وأضاف سمو بأن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل إنجازات قوة دفاع البحرين المتواصلة وإلى الإنجازات المتميزة التي يحققها الحرس الملكي على الدوام، وهو بمثابة بصمة يخلدها التاريخ للأجيال القادمة، موضحا سمو بأن تكاتف الجميع من قوة دفاع البحرين وعزم وأسرار منتسبي الحرس الملكي على النجاح يعد حافزا لبذل المزيد من العطاء الوطني بما يحقق الرؤى والتطلعات الوطنية الطموحة لخدمة مملكتنا الغالية وفي رفض المسيرة التنموية الشاملة.